هو عند سارة في البيت، البنات متجمعين عشان بيجهزوا حاجات كتب الكتاب. حقيقة يا سارة، أنا مش صابرة لحد يوم النتيجة. ومين سمعك يا عائشة؟ أنا هتجنن وأعرف، بس هانت بإذن الله، ما عادش غير كام يوم. طب هتقولي لياسين على الموضوع إزاي؟ هقوله بعد كتب الكتاب بإذن الله. يا رب يطلع أخوات يا رب. وبعد شوية مريم قعدت مع عائشة وراحت قالت لها: عائشة، أنا استخرت ربنا و بصي قولي لأخوك إن يجي في أقرب وقت. عائشة فرحة: بجد بجد هتبقي مرات أخويا ونقعد مع بعض الليل ونهار؟ مرنة بضحك: آه، زي ما أنا وسارة كده قاعدين مع بعض الليل نهار. وما أقولكيش بصراحة، الموضوع حلو خالص. بتقلسي ليه يا بت أنت؟ ده أنا فراشة. بالله عليكي لا تسكتي بدل ما أفضحك قدامهم. لا قولي بالله عليكي إيه اللي حصل بقى؟ بنكون نايمين في أمان الله، وفجأة بلاقيها تقعد على السرير وبتسقف. وأقعد أقول لها: بتسقفي ليه؟ تقعد تقول لي: الفرح الفرح، بطني مش قادرة. يا نهار أبيض يا سارة، ده لو كان ياسين كان ضرب الكف خماس الأبعاد. هو أنت كده على طول؟ الله، وأنا مالي؟ هو اللي بيحصل لي أنا مش مدركة يعني. ده أنا بشوف العجب معاها والله يا جماعة. طب أنت قررتي إيه يا ميرنا؟ ميرنا بخجل: ها؟ لسه بفكر. الجواب باين من عنوانه، أنت أعجبت بيه صح؟ دي جبل يا بنتي، بتتكلم معاه كلمتين وتختفي. ده مش بيشوفها غير مرة في الشهر، لا وكمان بالنقاب، وتقول لي أصل بتكسف. ليه بس كده ميرنا؟ ده ذوقك يا حبيبتي، وكمان مش يمكن لما تتكلموا سوا ترتاحوا لبعض. ميرنا ببكاء: خايف، خايفة أتعلق بيه وما يطلعش معجب بيا، خايفة أتعلق أنا بيه وقلبي يتكسر. أنا عارفة إنه حلالي، بس مش هقدر على بعد كده. يعني نفهم من كده إن أنت أعجبتي بيه ولا لأ؟ ميرنا بخجل: أنا عديت المرحلة دي من زمان، أنا بتمنى أكون زوجته على طول من دلوقتي، بس أنا مش هقدر أفرد نفسي عليه. وفي الوقت ده كان معدي أدهم جنب أوضة البنات، وسمع كل كلام ميرنا، وقال لنفسه: مش أنت بس اللي أعجبت بيها يا ميرنا، أنا كمان من ساعة ما شفتك وشفت أخلاقك أعجبت بيكي أوي. أنا هقربك مني بإذن الله، وهخليكي تتعلقي بيا أكتر، وأنت مطمنة إني مش هسيبك، وده وعد مني. وفي شركة عمر كان بيقول لهم على قرارات: أولا سكرتير مش سكرتيرة يكون ليه، وتاني حاجة مسجد في المبنى من تحت عشان وقت الصلاة كل اللي في إيده حاجة يسيبها فورا ويروح المسجد يصلوا جماعة، والبنات اللي في الشركة اللي مش محجبة تتحجب، واللي مش عاوزة تتفضل تقدم استقالتها، والشباب يكون ليهم مكاتب والبنات مكاتب لوحدهم عشان ما يحصلش اختلاط. أنا فخور بيك قوي يا عمر، حقيقي أنت سهلت علينا حاجات كتير، بجد ربنا يجازيك كل خير. وإياكم اعملوا حسابكم كاتب كتابي بعد يومين، عقبالي يا رب. انت يا عم مش كتبت كتابك؟ عاوز ايه تاني؟ عاوز اتجوز يا عم. عمر بضحك: يلا كل واحد يروح على شغله، يلا كده شباب، احنا بنتطرد على فكرة. طب يلا بقى قبل ما نتضرب والمعلم ده يتحول. عمر بغضب مصطنع: تحب اقولك هتحول ازاي؟ ما تقدرش يا ماي سويت هارت. عمر وهو بيشمر اكمامه: طب امسكوه يا شباب. الياس وادهم هجموا عليه وقال له: امسك كويس يا الياس. ياسين بصريخ: سيب ياض منك ليه؟ سيب بقولك. عمر وهو بيمسكه: انت بتقول ايه بقى يا حلو؟ كنت بقول ان عمر ده راجل محترم وعسل وموز ومفيش منه. عمر بضحك: طيب عفوت عنك. ياسين وهو بيجري: ها فلت بجلدي. بص عليه وانفجروا من الضحك. يلا بقى على شغلكم، وما تنسوش ميعاد الدرس بالليل، انا كلمت حذيفة عشان يجي وعرفكم عليه بإذن الله. ننسى مين يا عم؟ ده احنا اللي عرفناك على الدرس نفسه. اه دي قصف جابها بقى، طب بره بدل ما طير جبهتك انت وهو. اطير انا بقى عشان خلصت شغل ورايح لزوجتي العزيزة. عمر بغضب مصطنع: بره بره يا الياس بره. هو عند خلود في البيت باباها بيقول لها: هتتجوزوا امتى بقى؟ عاوز اشوف حالي انا كمان. خلود بحزن: انت بتعاملني كده ليه يا بابا؟ هو انا مش بنتك؟ بلا بنتي بلا بتاع، اخلص يقول لخطيبك يخلص عشان تغري من هنا. خلود ببكاء: بالله عليك يا بابا بلاش كلامك ده، بيوجع لي قلبي والله. ووالدها وما تحركش حاجه في قلبه: انا قايم من وشي. طب بعد اذنك الياس هيعدي عليا وهنخرج شويه، براحتك انت حره. وبعد ساعه جاء الياس وخرجها فعلا، بس لقاها ساكته ومش بتتكلم.
مالك في ايه؟ خلط بابك؟ وقعدت تقول لنفسها اقول له ايه بس، اقول له ان بابايا بيكرهني؟ سلامتك يا الياس، انا بس مخنوقه شويه ومحتاجك جنبي. الياس وهو بيطبطب عليها، انا جنبك ما تقلقيش. قال لها الكلمه ديت وانفجرت في البكاء. ابكي يا خلود، خرجي كل اللي جواكي. انا من صغري وبابا بيكرهني، بس لما ماما كانت عايشه كانت الوحيده اللي بتحبني، بس هو دايما بيعاملني وحش قوي. ساعات ابتلاءنا بيكون في اهلنا يا خلود، اننا ما نلاقيش الحضن اللي كنا بنتمناه، او السند اللي بيحمينا من شر الدنيا، او الحنيه اللي موجوده عنده. اوعى تسيبني يا الياس فيه. ما اقدرش اسيبك يا خلود، انت بجد بقيتي عزيزه عليا جدا، ربنا يبارك لي فيك يا رب. طب يلا بقى قومي وامسحي دموعك دي عشان محدش يلاحظ حاجه. خلود بحرج، اسفه اسفه يا بنتي بهزر معاكي، بس مش عاوز حد يجي ويشوفنا كده ويقول عليه كلمه وحشه. انا مش عاوز حد يتكلم على مراتي باي كلمه. عندك حق. طب يلا بقى يا ستي عشان فاضل لنا ساعه ونروح وهوديك الملاهي. خلود بفرحه وهي عارفه ان بيعمل كده عشان يخرجها من حزنها. الياس انا معجبه بيك قوي يا الياس، وانا كمان معجب بيك يا وصيه رسول الله. وعند عائشه في البيت كانت قاعده مع ماما، ودخل حمزه. ايه ده، ايه ريحه الشياط دي؟ يا نهار ابيض، الكيكه في الفرن وانا نسيتها، عوض عليا عوض الصابرين يا رب. خرجت لهم عائشه بالكيكه وهما الاتنين الصدم. ايه اللي انت عاملاه ده؟ حمزه بيقول لها طب يا ستي بدل ما تتعبي نفسك وتتعبينا وتتعبي بطننا، طب ما اجيب لك انا من بره احسن. اوف بقى، هروح بقى عند اصحابي واكلمهم واوريهم الانجاز اللي انا عاملاه. وبعد شويه اتكلموا مكالمه جماعيه وقالت لهم ايه رايكم. طبعا البنات اتصدموا بدون اي تعليق، بس كملوا كلامهم. وقعدت تقول لهم عاملين ايه مع ربنا يا بنات، بجاهد والله يا شوشو. مرنا بتقول لها حاسه ان عزيمتي بتقل، وانا كمان. ليه كده يا بنات؟ لازم ربنا عز وجل يكون رقم واحد في حياتنا، لازم نجاهد عشان الجنة، لازم نثبت على دين زي ما السيدة سمية بنت الخياط ثبتت عليه. تعالوا احكي لكم قصتها. السيدة سمية من الأولين اللي دخلوا في الإسلام، وكانت بتجاهد، وأول من أظهر الإسلام هي كانت منهم. ولما أسلمت هي وزوجها ياسر وابنها عمار وأخوه عبد الله أعرف أبو جهل، فضل يعذب في ياسر وابنه عمار في عز حرارة الشمس، وكان عذاب شديد جدا. ولما كان بيمر بيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. السيدة سمية كانت ثابتة ثبات شديد جدا على دينها، ورفضت إنها تتراجع لحد ما أبو جهل طعنها بحربة وماتت، وكملوا تعذيب في ياسر. والرسول لما كان بيعدي عليه بيقول للرسول يمشي عشان مش متحمل يشوف نظرة الحزن في عينين الرسول. تخيلوا يا بنات، متحمل العذاب لكن مش متحمل نظرة حزن في عينين رسول الله، ومات ياسر من شدة التعذيب. تخيلوا يا بنات اتحملوا قد ايه، ومتحملوش ان هما يرجعوا عندهم لحظة. احنا ما عملناش حاجة خالص لديننا، حقيقي احنا مقصرين قوي، ربنا يثبتنا يا رب على دين. وانتهت المكالمة. وفي شركة عمر السكرتير الجديد بيتكلم على الفون. يعني اعمل ايه يا بيه؟ برضه مش فاهم. انا عاوزك تسرق لي ملف اخر صفقة وتجيبهولي. بس يا عادل بيه لو مسكني هروح في داهية، ما هو كله بتمنه يا جاس، مش هتعمل حاجة ببلاش. طيب سيبني بس اخطط كويس عشان محدش يشك فيا، المهم قدامك اسبوعين ويكون عندي. حاضر يا بيه. هو قفل الخط وما كانش واخد باله ان في حد سمع الحوار ده كله. نروح بقى عند ادهم ومرنا. مرنا كانت خارجة من اوضتها عشان تجيب كوباية مية، وفجأة لقيت ادهم في وشها. خضتني يا ادهم، انتي بتعملي ايه؟ انا كنت رايحه اجيب كوبايه ميه. طيب انا عاوزه اتكلم معاكي شويه. مرنا باحراج، اتفضل انا سامعاك، انا هسالك سؤال وتردي براحتك، بس بالله عليكي ما تتسرعي. انتي عاوزه تكملي معايا ولا لا؟ مرنا وقلبها بيبوظ بعنف، انا اصلي يعني. ادهم بحزن مصطنع وهو عارف هي عاوزه تقول ايه. ليه كل التوتر ده؟ لو مش عاوزاني قولي وهنطلق بعد كتب كتاب سارة. مرنا بخضة وبدون وعي، لا 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 لا. أدهم بندهش من فعلتها، لقت إيه؟ لا أنا عاوزة أستمر معاك. وطلعت تجري. وأدهم بفرحة، أخيرا نطقتي. وفي ملجأ الأيتام راحت عائشة ومريم
هيه هيه، قبل عائشة ومريم جم، قبل عائشة ومريم جم. حبايب قلبي والله، عاملين ايه؟ عاملين ايه يا حلوين؟ الحمد لله. احكي لنا قصة بقى. حاضر يا حبايبي، هحكي لكم النهارده قصة أصحاب البستان. كان في راجل صالح عنده بستان حلو قوي، والثمار اللي فيه كانت جميلة جدا، وكان كل سنة البستان ده بيطلع ثمار، والراجل ده كان بيشيل اللي كافي لمدة سنة هو وعياله، وبعدين يطلع الباقي للفقراء والمساكين. ولما الراجل الصالح ده توفى، أولاده الخمسة أخدوا البستان، وفي السنة اللي أولاده أخدوا فيها البستان طلع ثمار كتيرة جدا، أكتر من أي قبل سنة، بس طمعوا في الثمار دي وقالوا مش هنطلع حاجة للفقراء والمساكين، واتهموا أبوهم بالجنون إن كان بيطلع لهم حاجات، وأربعة منهم وافقوا على الكلام ده وقالوا مش هندي لحد، بس أخوهم الخامس مرضاش وقال لهم اتقوا الله واعملوا زي ما كان أبوكم بيعمل. إخواته ضربوه وكان هيقتلوه، فخاف ووافق على قرار، واتفقوا إن هم يروحوا البستان، بس يكون في وقت ما يكونش فيه الفقراء والمساكين دولت موجودين، ويشوفوهم وياخدوا منهم المحصول. بس ربنا عز وجل جعل البستان ده أسود زي الليل، ولما شافوا المنظر ده ندموا وعرفوا إنهم غلطوا، وكان لازم يدوا المسكين والفقير حقه. الله، حلوة أوي يا أبلة عائشة. وبعديها بشوية الأطفال بصريخ هيه هيه، عمو عمر جه، عمو ياسين جه. بصت عائشة مكان ما الأطفال باصين، بس ما قدرتش تتحرك من مكانها. في إيه يا عائشة؟ مال عائشة وهي بتبص لها؟ مش معقول ده عمر؟ عمر كان في الأول مش متعرف عليها، وبعد كده أخد باله. عمر بصدم وفرحة. عائشة عائشة وهي بتدور وشها، بس قلبها بينبض بعنف. يلا يا مريم عشان اتأخرنا. ازيك يا باشمهندسة مريم؟ ازيك يا باشمهندسة عائشة؟ مريم بحياء؟ الحمد لله الحمد لله. ازيك يا باشمهندسة؟ عائشة وهي بتخرج، الحمد لله يا باشمهندس بعد اذنكم. خرجت وكان قلبها يقف ومش قادرة تتحرك. لا انت حالتك صعبة قوي عائشة، في ايه؟ عائشة بدموع، ده عمر؟ معقول؟ مش مصدق. يا الله، انك تهدي من تشاء. انا كمان اتصدمت، بس شفتي بقى عامل ازاي؟ اللحية وعلامة الصارة، لا وغضت بصره. خلاص يا مريم، مش ينفع نتكلم عنه كده، يلا نروح. وجوه أخيرا قابلتها. ما شاء الله عليك، ربنا يثبتك، يا رب اجعلها من نصيبي يا رب. انت معجب بيها يا عمر؟ عمر بحزن وهي بتكرهني. يا ياسين آخر مرة قالت لي أنا بكرهك. طب ما تحاول يا عمر، ولو عاوزها بجد حاول مرة واتنين وتلاتة. انت شايف كده يعني؟ طبعا يا ابني، امال هتسيبها تروح لحد تاني غيرك؟ وفي النقطة ديت والكلمة ديت عمر مقدرش يتحمل، ونطق بغضب، مستحيل، انت فاهم؟ مستحيل تكون لحد تاني. اهدى يا عمر اهدى، انا بتكلم معاك بس، يلا نقعد مع الاطفال شوية وبعد كده نروح. وفي الحلقة الجاية بإذن الله استأذن حمزة ان يدخل لعائشة، وقال لها بهدوء في عريس متقدم لك عائشة. عائشة وبرفض شديد، لا يا حمزة، انت عارفني مش بفكر في الموضوع ده دلوقتي. حمزة وهو بيتجه للباب، خلاص انا هروح بقى اقول ان انت رفضاه. عائشة بالصريخ وبصدمة. وهنا تكون انتهت قصتنا النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. يا ترى مين هو اللي تقدم لعائشة، وايه اللي هيحصل في تحليل الدي ان ايه، وبقية ابطال القصة ايه اللي هيحصل معاهم؟ ده ان شاء الله اللي هنعرفه الحلقات الجاية. ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، وبشكركم على كل تعليقاتكم الجميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.